نروح لمراسلنا احمد كوان من ملعب المباراه، هنشوف معاه ايه الجديد. مساء الخير يا احمد. سعد عليك زميل عزيز خالد العوضه، مساء السعاده على ضيوفك الكرام كابتن علياء وكابتن محمد السلعاوي. يمكن فرحه كبيره جدا لشابات النادي الاهلي بعد ان انهوا المهمه في بدري كده في هذا المساء بالتفوق على سبورتنج بفارق 3 اهداف. يمكن كانت مباراة قوية جدا، بدأت منذ بداية بمنتهى السخونة من سبورتنج والأهلي. الشوط الأول عدى بمرور الكرام إيكوال بين الفرقتين، لكن الأهلي تفوق على سبورتنج في المباراة. يمكن آخر كوارتر كان مهم جدا بالنسبة للأهلي وسبورتنج أن يحتفظ الأهلي بصدارته لهذه البطولة، أكثر الفرق حصولا على هذه البطولة بالتحديد الأهلي ويليه سبورتنج 6 مرات فيها بهذه البطولة بهذا المساء بطلا لهذه البطولة. يمكن يدخل الفيرستين بأريحية وبكامل أريحية، يمكن يحطم رقم قياسي جديد له، ولكن في النهاية الأهلي بطلا لهذه البطولة يليه سبورتنج. سموحة بيلعب دلوقتي مع الجزيرة مباراة عصير حاصل الفيرستين، لكن سموحة الشباب تفوق على الجزيرة، إذا سموحة يحتل المركز الثالث والأهلي كعادته المركز الأول بطلا لهذه البطولة احتفاظا بهذا اللقب. هذا معاك برضو بعض التفاصيل المميزه اللي شفناها النهارده. يمكن التوأم من النادي الاهلي هاله وهناء عملوا مباراه كبيره جدا بتناغم كبير جدا، صنعوا الفارق في بدايه المباراه ونهايه المباراه في اخر دقائق، وكمان مع بعض اللاعبات. كابتن احمد ابراهيم النهارده كان مركز جدا 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 من بدايه المباراه مع اللاعبين، حتى في المحاضره اللي كانت قبل المباراه عاوزين يخلصوا المباراه بدري. سبورتنج قدم مباراه كبيره، لكن في النهايه الاهلي قال كلمته، الاهلي بطل لهذه البطوله ليسعد جماهيره كعادته ويسعد مجلس ادارته وكعادته يعني يسعد كل من حوله ومن يشجع هذا النادي العريق الكبير النادي الاهلي. يمكن دي الاجواء بعد لحظات زميل عزيز خالد، ينتهي مباراه سموحه والجزيره وتبدا مباراه كلنا منتظرها للفيرستيم، هي مباراه تحصيل حاصل لان انتهت مهمه النادي الاهلي بعد تفوق الشبات على سبورتنج. احمد قول لي، جماهير موجود جماهير جوه الملعب ولا لا؟ في عدد كبير جدا من جماهير المحبه لكره السله بشكل عام، في جمهور سموحه وجمهور سبورتنج. جمهور الاهلي كان كبير جدا، اولياء الامور النهارده برغم سوء الاحوال الجويه لكن انهم كانوا حريصين جدا على التواجد وتشجيع الابناء. يمكن الحاله، يمكن اكيد الحاله بتمر بها مصر في الفتره الاخيره من الطقس بارد جدا، امطار غزيره قبل المباراه وبعد المباراه وحتى الان يمكن في امطار غزيره في محيط صلاح سالم، الا ان اولياء الامور كلهم حريصين والمشجعين كمان ومحبين لكره السله شبات النادي الاهلي متواجدين باستمرار من اجل الهتاف من اجل مسانده الفرقه. لكن في النهايه الاهلي داخل الملعب اثبت احقيته بهذه المباراه طول ما عرضا نتيجه واداء. احمد شكرا جزيلا، هنرجع لك مره تانية عشان نشوف ونتابع معاك وصول الفرق ونشوف كل الاجواء الخارجيه اللي هي بتهم مشاهدين قناه النادي الاهلي.